أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمتابعة تطورات تحركات فريق المراقبين الأمميين. إذن وصل رئيس فريق المراقبين التابع للأمم المتحدة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت إلى مطار صنعاء الدولي. وقالت مصادر في المطار أن الجنرال الهولندي وصل صنعاء قادما من العاصمة المؤقتة عدن تمهيدا للتوجه إلى محافظة الحديدة للبدء بمهامه التي أوكلت إليه وفقا لاتفاق السويد الذي وقع بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي. وصول باتريك تزامن مع وصول 6 من أعضاء اللجنة المشتركة ضمن الفريق الأممي، ومن المقرر أن يلتحق الأعضاء برئيس الفريق قبل التوجه إلى محافظة الحديدة. مشاهدينا نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل تظل اتفاقات ستوكهولم قائمة بالنسبة للميليشيا خصوصا فيما يتعلق منها بميناء الحديدة؟ وهل ستساعد الأطراف اليمنية الفريق الأممي في تحقيق الأمن وإنجاز ما تم الاتفاق عليه، أم أن الواقع على الأرض مختلف ومعقد؟ قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. ببطء شديد يخطو الفريق الأممي المكلف بالإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة خطواته نحو مهمته المقبلة في هذه المحافظة التي لم تهدأ فيها المعارك حتى الآن، وسط استمرار الخروقات والاتهامات المتبادلة من كلا طرفي الحرب هناك. أمضى الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت يومين في العاصمة السياسية المؤقتة عدن التي وصلها السبت على رأس الفريق التابع له، حيث كان في استقباله محافظ الحديدة الحسن طاهر المعين من الرئيس هادي، وهو المسؤول الحكومي الوحيد المعني بشكل مباشر بالمهمة الأممية للجنرال كاميرت وفريقه، فيما بقية القيادات الحكومية متواجدة في العاصمة السعودية الرياض. رحبنا به طبعا وأبلغنا تعليمات الأخ الرئيس لنا للجنة كامل بالتعاون لإنجاح هذا العمل. والحقيقة أن الرجل أيضا لديه خبرة عالية فيها بمثل هذا المجال. ومن المقرر أن يجري المسؤول الأممي لقاءات مع قيادات في جماعة الحوثي قبل أن ينتقل لمباشرة مهامه في الحديدة، وسط تأكيدات من الأمم المتحدة بأن فريق كاميرت لن يكون مسلحاً ولن يرتدي زياً موحداً، وأن مهمته ستنصب على تقديم الدعم للإدارة ولعمليات التفتيش في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وسيعزز وجود الأمم المتحدة في المنطقة. يأتي ذلك فيما تحدث التحالف العسكري السعودي الإماراتي عن استمرار ميليشيا الحوثي في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، حيث تم تسجيل 14 خرقاً للاتفاق خلال 24 ساعة الماضية بكافة أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ البالستية وقذائف الهاون والأر بي جي وصواريخ الكاتيوشا في مدينة الحديدة والدريهم والتحيتة وحيس والفازة والجبلية، فيما اتهم الحوثيون القوات الموالية للحكومة والتحالف بخرق وقف إطلاق النار عبر إطلاق الصواريخ وقذائف المدفعية والقصف الكثيف بالأسلحة المتوسطة والخفيفة على الأحياء السكنية، والقيام بمحاولات تسلل وتحركات وتعزيزات واستحداثات وتحصينات تزامنت مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاع والأباتشي في سماء الحديدة وفقاً للناطق العسكري للحوثيين. تحديات خطيرة تبرهن على أن الحرب لا تزال مستمرة حتى الآن رغم الهدنة التي تدافع الأمم المتحدة عنها بشدة، أملاً منها في تحقيق اختراق يبدو صعباً للغاية إذا ما استمرت النوايا السيئة تحكم مواقف طرفي الصراع في محافظة أريد لها أن تتأسس كمنطقة صراع منفصلة ضمن الجغرافية اليمنية المنهكة. إذن نبدأ النقاش مشاهدينا، وينضم إلينا من تعز أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة دكتور فيصل الحذيفي. دكتور مساء الخير. مساء النور ومرحبا بك وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات. أهلا بك دكتور. يعني وصل فريق المراقبين الأمميين إلى اليمن، يعني نتساءل هنا ما مدى إمكانية تنفيذ اتفاق ستوكهولم؟ بما أن موضوع الحديدة وربما الأزمة اليمنية كاملة من خلال اتفاق السويد نقلت من الوصاية الأقليمية التي فشلت في إنجاز مهامها على الأرض بتفريغ من الشرعية اليمنية، نقلت الوصاية إلى الوصاية الأممية. وكما تعلم ويعلم المشاهدون بأن الأمم المتحدة لها القدرة على تنفيذ إن أرادت على تنفيذ خطتها على الأرض، والأيام القادمة
الجهد الجادة من خلال السلم بدوافع إنسانية لحرب امتدت 4 سنوات أكدت الأخبار واليابس، فإنها ستستخدم العصر الغليظة لإخضاع الطرفين أو إخضاع الحوثي الذي يتوقع أن يتعنت في استجابة إلى سلطة أممية، إلى قرارات عقابية من مجلس العدل، وربما إلى تدخل عسكري مباشر لإجباره على تنفيذ القرار. ولكن ستنتكس الأمم المتحدة انتكاسة كبيرة في القضية في تدخلها في اليمن إذا ما كانت غطاء شرعيا لبقاء الحوثيين بممارسة الخروقات وبعدم تنفيذ اتفاقية السويد. والأيام القادمة ستكشف إلى أي مدى الأمم المتحدة ماضية جديا بتنفيذ الاتفاق أو بأن تكون غطاء فاسدا لتلميع القضية اليمنية واستدامة الحرب والمعارك في اليمن. نعم، لكن دكتور يعني من خلال يعني ما اعتدناه على تعامل الميليشيا مع كل الاتفاقات ومع المزاج الخاص بها، يعني هل بالإمكان أن تلتزم هذه المرة بما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم؟ الميليشيات الحوثية وكذلك العصابات المتمردة والخارجة عن القانون هي تفهم منطق القوة، فإذا ما استخدمت الأمم المتحدة منطق القوة فإنها ستستجيب حتما، لأنها عندما قبلت تفاهم السويد إنما قبلته على مضض، لأنها تعلم يقينا بأنها دون الغطاء الأممي هي ستخسر الحديدة خسارة نهائية، وبالتالي هي تريد أن تحافظ على الحد الأدنى من بقائها كطرف سياسي، وإذا خسرت الحديدة ستخسر غيرها وستنتقل إلى 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 إلى, إلى, إلى مرحلة أضعف كل ما مرت الحرب قدما مهما طال الزمن، وبالتالي سيتم تجريدها من كل قوتها وستخضع للعقوبة. هي الآن تتفطن، هذه الجماعة الإرهابية تتفطن بأنه الوقت لصالحها من حيث أنها تصمد، ولكن الوقت ليس لصالحها من حيث أنها تخسر. وهي قبل 3 سنوات كانت لديها أسطولة موجودة في تعز وفي عدن وفي الضالع وفي حضرموت وفي شبوة وفي البيضة وفي صعدة وفي الجوف. اليوم هي تتآكل، يعني الزمن الممتد لهذا الصراع هو ظاهر يبدو لصالح الحوثيين باعتبار القوة لا يستهان بها، ولكن الحقيقة الواقعية والحقيقة الأكيدة واليقينية هي أنهم ذاهبون إلى خسارة محيقة، ولذلك هم قبلوا هذه التفاهمات لتفادي السقوط الكبير. نعم، لكن دكتور بالنسبة للفريق الأممي الذي وصل مؤخرا، يعني هل يعني يمكن القول أن هذا الفريق يعني اليوم يمتلك القدرة على تنفيذ هذه المهمة وتنفيذ هذا الاتفاق الذي تم بين الطرفين؟ بالتأكيد أن تتعامل مع الأمم المتحدة التي تمتلك كل مكان القوة العسكرية والاقتصادية والإعلامية واللوجستية. فالفريق الأممي صحيح أنه لا يحمل سلاحا ماديا، ولكنه يحمل سلاحا قانونيا، هو مكلف برفع تقارير أسبوعية إلى مجلس الأمن، ومجلس الأمن بناء على هذه التقارير يستطيع أن يتخذ قرارات عقاب، قوانين إصدار قرارات عقابية ستكون ممتدة بقرار العقوبة في المنع من السفر وفي البحث عن الأموال. نعم. وكذلك القرار 2016 الذي كان ملزما لتسليم هذه الجماعة أسلحة الدولة وخروجها من المدن، وبالتالي يحتمل أن تفعل هذه القرارات العقابية كأحد القوى الضاغطة عليها على الأرض، وربما إذا كانت الأمم المتحدة فعلا جادة بإنهاء القضية اليمنية أو بتخفيف المأساة الإنسانية على اليمنيين بالتأكيد فإنها لن تتسامح مع أي طرف يخرق هذا الاتفاق ويتنصل عنه. ولكن إذا ما كانت هناك شكوك عن أنها الأمم المتحدة ربما أن تكون غطاء لخلق تراجل مستقبلي وحفاظا على الحوثيين كقوة لإعادة رسم المنطقة وبها اليمن، هنا ستتكشف زمن الأحداث في قابل الأيام، يعني لا نستعجل النتائج ونحن ذاهبون إليها. نعم، إذن دكتور ابقى معي أشرك معنا في الحديث. سنضم إلينا المحلل السياسي من القاهرة سيد وضاح الجليل. سيد وضاح مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا.
أهلا بك يا سيد وضاح. يعني وصل الفريق الأممي إلى صنعاء اليوم، يعني هل تظل اتفاقات ستوكهولم قائمة بالنسبة لميليشيا الحوثي، خصوصا فيما يتعلق بوضع الميناء ووصول هذا الفريق لتنفيذ الاتفاق؟ نعم، من الواضح أن تأخر وصول الفريق كان ربما الجنرال كيميرت لكونه صاحب خبرات كبيرة في هذا المجال ولديه الكثير من التجارب، ربما أراد أن يتأخر حتى يصدر قرار دولي يدعم موقفه ويدعم مهمته، وبالتالي وصل أمس إلى اليمن وبدأ في التشاور والتباحث مع الطرفين. بدأ أولا في عدن للقاء مع ممثلي الحكومة الشرعية وإدارة مدينة الحديدة بالتقاء بالمحافظ والسلطة التنفيذية، والآن ربما من أجل إكمال مهمته سيكون لديه الكثير من التفاصيل والأمور في التعقيدات التي سيتعاطى معها في مدينة الحديدة. نحن نعرف أن الحوثيين دائما ما يتنصلون من أي اتفاقات وينقضونها بمجرد التوقيع عليها أو حدوثها، ولا ينفذون إلا الاتفاقات التي تكون لصالحهم أو أنهم يحاولون الالتفاف عليها بأي طريقة من الطرق. إذا امتلكوا القوة العسكرية أو القوة اللازمة لنقض الاتفاقات فإنهم ينقضونها، أو إذا لم يجدوا قوة فإنهم يحاولون الالتفاف عليها. هذه المرة هناك عصا دولية مسلطة عليهم، يبدو وكأن التدليل الدولي للحوثيين قد انتهى، وخصوصا في ملف الحديدة خرجت سيطرة الحوثيين على هذا الملف أو قدرتهم على المراوغة والمناورة في هذا الملف بالتحديد، ملف مدينة الحديدة. ربما كان للمجتمع الدولي هدف من كل ما حدث في السابق ومن كل، لكن سيد وضح لماذا يوصف بأن التدليل، يعني وصفته بأن التدليل انتهى، بينما يعني البعض يراه أنه يعني حفاظا على الحوثيين جاء تدخل الفريق الأممي، يعني من الهزيمة التي كانت ستلحق بهم في معركة الحديدة؟ نعم، هنا أود أن أوضح هذه النقطة. التدليل الدولي للحوثيين لم يكن من أجل خاطر عيون الحوثيين وسواد عيونهم فقط، هناك أمر آخر متعلق بأن لدى المجتمع الدولي والقوى الدولية أغراض وأهداف يريدون تحقيقها في اليمن، وكان من هذه الأهداف هو السيطرة على السواحل أو إبعاد الصراع عن السواحل ما قد يضر بأمن الملاحة في البحر الأحمر، وبالتالي كان لابد من وصول الأمور إلى هذا الاتفاق. لا يسمح للحكومة الشرعية بأن تسيطر على الميناء وعلى السواحل بشكل كامل، ولا يسمح أيضا للحوثيين بالبقاء فيها، وبالتالي إدخال السلطة أو عفوا إدخال الوصاية الدولية إلى ميناء الحديدة وبقية موانئ المحافظة بالتدريج وعبر هذه الاتفاقات. حاليا هناك فريق أممي للمراقبة، ربما مستقبلا تتطور الأمور والأحداث ليكون هناك تكون هناك قوات دولية بشرف الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل كما المتوقع، لكن هذه الأمور ربما تأتي بالتدريج. أقصد هنا أن التدليل الدولي للحوثيين كان الهدف منه الوصول إلى هذا الاتفاق والوصول إلى هذا إلى هذه الوصاية، وإلا كان بالإمكان السماح لقوات الحكومة الشرعية والتحالف العربي بالسيطرة على الميناء وعلى السواحل الغربية، سواحل اليمن الغربية بشكل كامل، وبالتالي تصبح القضية الأزمة اليمنية تتطور تطورا آخر، حيث ستضعف ميليشيا الحوثي كثيرا لأنها ستفقد القدرة على الحصول على تمويل خارجي والحصول على السلاح والحصول على موارد مالية من خلال هذه الموانئ. لكن هكذا يبدو كما أراد المخرج الأكبر أو القوى الدولية، أرادت أن تتم الأمور بهذه الطريقة. طبعا هذا لا يعني أنه تم الاستغناء عن الحوثيين بشكل كامل، ستبقى الورقة الحوثية ورقة أمنية وطائفية ومذهبية يتم التلاعب بها داخل اليمن، و ابتزاز مختلف القوى في المنطقة من خلال هذه الورقة. لكن حاليا تم تحقيق أحد أغراض القوى الدولية، وهو تحييد السواحل وإبعادها عن الصراع.
نعم، إذن وضحت الصورة. وضحت الصورة وضح الجليل محلل السياسي يمني كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. أعود إليك دكتور فيصل. يعني دكتور، يعني أبرز ما كان يخيف الحكومة الشرعية والتحالف العربي في مسألة الحديدة هو يعني استغلال الميليشيا لموانئ هذه المدينة لوصول السلاح من إيران القادم من إيران لتعزيز هذه الميليشيات، وأيضا وصول يعني الأجهزة والمعدات العسكرية. لكن دكتور، يعني مع وصول هذا الفريق، هل يعني تعتقد أن الخطر قد زال تماما أو تخوف التحالف والحكومة اليمنية في هذا الشأن؟ لا أعتقد، بأن هذا هو السبب الأوحد في هذه المسألة، لأن تسرب الأسلحة إلى اليمن له أكثر من منفذ، وبعلم أطراف دولية وبعلم دول التحالف، وإلا فالسواحل اليمنية هي تقع تحت الحصار هذه الدول والقوى الدولية وكل مباشرة من موانئ جيبوتي، أي أن تسلل الأسلحة هو تتم بشكل تقني عالي الجودة غير منظور إليه. لكن هناك المعطل الحقيقي من خطاب الأمم المتحدة، من المعطل الإنساني هو الأكثر حضورا لدى الأمم المتحدة وكذلك لدى الحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية ترى بأنه تعلم والمتابع يعلم بأن هناك أكثر من 600,000 نازح من مدينة الحديدة ومن المديريات القريبة التي فيها الصراع، وهذه كلفة إنسانية عالية، وأبناء الحديدة أيضا ليس بمقدورهم تحمل هذه الكلفة. اثنين، استمرار المعركة أو فك أو استرجاع المدينة بقوة السلاح أيضا سيحدث خسائر هائلة على السكان وعلى المدينين وعلى البنى التحتية، إذا فهي مصلحة مشتركة. نعم. على المدى المستقبلي. وكذلك هي حاجة إنسانية كمطلب أممي، أن الحرب لم تأتي بنتائج إيجابية بقدر ما أتت في ضحايا عالية الكلفة والصراع لم يحسن بعد، وبالتالي أثبتت دول التحالف بأنها غير قادرة على الحسم العسكري بالرغم من الفرصة التي تركت لها أكثر من 4 سنوات. لذلك بوابة الموضوع الإنساني تدخلت الأمم المتحدة في هذا الشأن، وتقريبا إذا أحسنت الحكومة الشرعية استغلال الاتفاقية أو التفاهمات بطريقة ذكية وبمحاورة قانونية ودبلوماسية عادية، ربما تستعيد الشريط الساحلي بأكمله ترد ضحايا وبأقل الكلفة. نعم، إذن وضحت الفكرة. دكتور ابقى معي، أشرك معنا السيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي اليمني، سينضم إلينا من الأردن. السيد عبد الناصر مساء الخير. أهلا، مساء الخير. أهلا بك سيد عبد الناصر. يعني وصلت البعثة الأممية في السابق إلى عدن وحاليا إلى صنعاء، يعني برأيك ما الذي ينتظرهم؟ مساء الخير وتحية لك ولضيفك. يعني كما هو وارد في نص القرار، مهمة البعثة هي دور مراقبة لتنفيذ اتفاقية السويد، وبالأساس سيكون أول عمل لها هو إعادة انتشار للقوات حول الحديدة، مدينة الحديدة، وهذا الأمر طبعا سيتطلب في الأساس أولا وضع آلية عمل، لأنه حتجتمع اللجنة التنسيق المشتركة. نعم. ويفترض أن هذه اللجنة ستتفق، وهذا أمر مستبعد حاليا، لكن بشكل عام هناك إرادة وتصميم من قبل المجتمع الدولي بأن تتوقف معركة الحديدة. هذا هو الهدف الرئيسي من القرار، أن تتوقف معركة الحديدة. الأمور الثانية تظل أمور ثانوية لن يهتم بها المجتمع الدولي، مثل قضية الميناء وقضية من يسيطر على الحديدة، هذه أمور ثانوية تماما على عكس ما يتم الترويج له. القرار أتى في صالح الحوثيين بشكل عام، لأنه ضمنوا بأنهم لن يهاجموا وبأنهم سيستمروا بشكل أو بآخر مسيطرين على الحديدة وحتى الميناء وغيرها. أما قضية
مع إيرادات الميناء هي ضئيلة جدا وستورد للبنك المركزي، وهذا أمر أيضا ليس مهم بالنسبة للحوثيين. نعم، لكن يعني تعتقد أن الأطراف اليمنية ربما هي الطرفين رحبوا بهذا الفريق حينما وصل إلى عدن وأيضا وصل إلى صنعاء، لكن يعني هل تعتقد أن هذه الأطراف يعني ما زالت ملتزمة بالفعل وبما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم و يعني ستلتزم حتى آخر لحظة مع الأمم المتحدة؟ يعني عمليا ما حدث اتفاق، وحدث فرض للاتفاقية ومن ثم تم تعميدها بقرار من مجلس الأمن، فعمليا هي ما هيش المسألة بيد، وخاصة الحكومة الشرعية ما مش بيدها شيء، هي فرضت عليها هذه الوثيقة لأنها، أما الحوثيين هم مستفيدين من هذا القرار وتبعاته. نعم. وهم المسيطرين على الأرض في الحديدة، وخاصة أن سيطرتهم سيطرة سياسية أمنية استخبارية. نعم. القرار في مضمونه بيتحدث عن إعادة انتشار وإزالة المظاهر العسكرية، حتى لا يتحدث عن انسحاب كما تتحدث الحكومة، ولا يتحدث بأن الأمور ستؤول إلى السلطة المحلية قبل 2014. هذا الكلام غير صحيح، لأنه هذا كانت في النسخة الأولية التي رفضها الحوثيون، لكن النسخة الأصلية والتي تم إقرارها لا تتحدث عن قوات الأمن المحلية، وقوات الأمن المحلية نعرف أنها أصبحت حوثية المتواجدة حالياً بالفعل، المتواجدة حاليا، وهذا هو نص القرار. الحكومة والكثير من المحللين التابعين لها بيضللوا الناس بكلام غير صحيح بأن الحوثيين سينسحبوا وبأنه انتصار، هم بيحاولوا فقط أن يغطوا الفشل الذريع الذي حدث، وأن لأن الطرف الآخر هو المستفيد من هذا كله. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الناصر. أعود إليك دكتور فيصل. يعني دكتور، لو عدنا قليلا إلى الوراء في عام 2014، يعني كان ربما شعارات الحوثيين وتحججهم هو رفض الوصاية في مسألة ما قاموا به في تلك الفترة. اليوم يعني تواجد هذا الفريق وأيضا الانسجام الحوثيين مع هذا التواجد، هل يعد نوع من الوصاية أم يعني ينظر بمنظور آخر؟ منذ اللحظة الأولى وضعها الرئيس عبد الرؤوف منصور تحت الوصاية الإقليمية أولا، وظلت مصادرة السيادة 4 سنوات، فشلت هذه الدول التحالف في تحقيق أي نجاح لصالح هذه السلطة التي انقهرت من الخارج وأدارت ظهرها للشعب اليمني. الآن تطورنا في مسألة الوصاية من الوصاية الإقليمية كما قلت في بداية الحديث إلى الوصاية الدولية. مسألة شعارة الحوثيين وما يطرحونه هي ويعني شعارات زائفة، يعني هم يبحثون عن سلطة الحق الإلهي ويطرحون أفكارا أكل عليها الدهر وشرب. اليوم لا نستطيع أن نحكم حتى الحيوانات بالقهر والقوة، لأن القانون الدولي يتدخل في حماية هذه الحيوانات، فما بالك بشعوب تريد أن تقهرها بهذه الأطروحات التي تدعي بأنها حق الولاية وحق الوصاية وحق البطنين وحق الخصيتين. يعني الناس يحكمون في مناطق الحوثي بقوة القهر، ولذلك يزعمون، والحوثيون يمارسون القتل البشع والقهر الذي لا نظير له، لذلك يستجيب الناس لهم خوفا على أرواحهم. ولكن إذا ما وجدت هناك ضمانات أو لهؤلاء الناس وحماية من هذا القهر، وإذا ما وصلوا حصلوا على شيء من التحرر، ربما لا أزاحهم من الخريطة ليس السياسية فقط حتى الاجتماعية. يعني التمكين الذي حصل للشعبين من هذه الجماعة المارقة بهذه القوة أحدث أي فلدى كل إنسان لديهم ما يرفعونه من شعار حول السيادة والعدوان وأنهم بهذا المعنى، هذه كلها شعارات قبولهم الآن في الحديدة بهذا المنطق، ربما غدا أيضا يقبلون بنفس المنطق في صنعاء. يعني الأمم المتحدة إذا نجحت في تنفيذ الخطة في الحديدة، ربما لإبقاء الحوثيين كطرف موازي في المستقبل، ربما أيضا ينفذون الخطة في صنعاء ويتم تسليم صنعاء لقوى محلية هي متحوزة بالأساس، وينسحبوا بسلاحهم ويعودوا انتشارهم الى الاطراف او الى عمران او الى حادث سفيان وصعده، وهكذا يضمن المجتمع الدولي وجود توازن
على القوة على الأرض ليس فقط لما يخص اليمن ولكن لإعادة رسم المنطقة. نعم. المنطقة لكي تعيد رسمها أنت محتاج إلى تحريك رقعة الشطرنج بشكل يحقق أهدافك الدولية والإقليمية. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الدكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة، كنت معنا من محافظة عز. أعود إليك سيد عبد الناصر المودع. يعني لنفترض سيد عبد الناصر جدلا أن الأمور سارت على ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، يعني هل برأيك هذا الأمر كفيل بالتخفيف من معاناة الناس خصوصا فيما يتعلق بالميناء وما كانت الميليشيا يعني تفرضه من إتاوات وحصار على المواطنين؟ يعني أولا الافتراض هذا غير واقعي إلا فيما يتعلق بالأشياء التي يهم العالم، وهي لن تحدث معركة كبيرة في الحديدة حتى شعار آخر. أما في قضية الإتاوات، الحوثيين لهم وسائلهم الكثيرة الذي المخفية والذي لن تكون الذي يستطيعون يمارسوا فيها سلطاتهم، من بينها الأتاوات الذي بيفرضوها بدون وجه حق بأكثر من جهة، لأنه حتى الأمم المتحدة في مضمون القرار هي سترسل مشرفين على أداء عمل الميناء وتحديدا للتفتيش فيما يتعلق بتهريب الأسلحة. لن يتدخلوا كثيرا في التفاصيل، خاصة وأن هذه التفاصيل ليس لديهم فريق فني كبير يستطيع أن يدير الميناء. يعني في الأول والأخير لن يصل المشرفين عددهم إلى حدود العشرات في أحسن الأحوال، وهذا العدد غير كافي أن يطلع على كل ما يدور في الميناء. إضافة إلى ذلك الحوثيون متواجدون في مدينة الحديدة بأكثر من شكل، عبر مخابرات، عبر لجان سياسية، عبر أحزاب، وبالتالي هذا الوجود غير ظاهر للمراقب الأجنبي، والمراقبين الأجانب همهم في الأول والأخير أن لا تحدث مواجهات. نعم. ومن الناحية الثانية سيستطيعوا أن يلاحظوا أي اختراقات من قبل الطرف المهاجم، كونه يتواجد في منطقة خالية من السكان يسهل مراقبتها ويسهل الإشراف عليها، بينما الحوثي هو متواجد الآن داخل المناطق السكنية وقد أصبح له وجود حتى تحت الأرض، كما تفيد بعض الأخبار أنه قد عملوا خنادق وأصبحوا متخندقين في مساكن المواطنين بشكل يصعب على المراقبين الأجانب أن يكتشفوها بسهولة، خاصة وأن السكان المنطقة سيظلون خاضعين للحوثي وخائفين حتى اللي يبلغوا باختراقات الحوثيين الذي ذكرتها. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي اليمني، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. ومشاهدينا بهذا القد نصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر ضيوفي، كان معي من تعز أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي، والشكر أيضا لسيد وضاح الجليل محلل سياسي يمني كان معنا من القاهرة. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه.